خلينا نطلع لو عندي محول راح اخذ ابسط موديل ابسط ايكوفلنت موديل للمحول اللي هو هذا راح اخذ بس ار ايكوفلنت وانتم عارفين ايش ار ايكوفلنت بتساوي شو بتساوي ار ايكوفلنت ار بي زائد اي سكوير هذا اس هذا ريفير للبرايمر الفولتج على البرايمر راح اسميه في بي الفولتج على السكندري ليش ضربته في ايه لأن ريفير للبرايمري البرايمري من هون ما بطلع ببين عندي هون في عندي A V S مش V S طيب وهون خلينا نحط هذه كاملة عشان نذكر حالنا نقول هذه هون عندي إيش راح يكون في البرايمري R P وإيش راح يكون عندي J X P وبعدين إيش راح يكون عندي كمان A سكوير R S وإيش كمان راح يكون عندي A سكوير J XXS محمود حسام سررت لي كل الفيديوهات يا أكثر من طريقة كل مرة طريقة ترى نزل الفيديو ترى لازم نزل فيديو عن محمود حسام مش عارف الفيديوهات هلا بتسأل مين هو من هو فيديو من هو محمود حسام طيب A V S ضربنا الـ A مرة ثانية بس دكتور بالعربي تمام كويس اوكي وين؟ ضربنا الـ A هاي ضربنا A في VS تمام قلنا بريفير عشان بريفير وصلنا عشان ريفير شو يعني ريفير؟ احنا بالعربي باللغة العربية بنقول ريفير تو ريفير سمون يعني ارجعه مثلا احوله لمكتب شخص ثاني اي ريفير هيم برجعه لمكتب شخص ثاني مش هيك؟ تجيني انت في معاملة بقول لك اي ويل ريفير يو لمكتب مثلا رئيس الجامعة تو ريفير ريفير يعني يحوله بالنسبة له هلا انا لما بحولك رئيس الجامعة يمكن شكلك ببين مختلف عند رئيس الجامعة من عندي تمام هذا عشان اعبر عن التغير في التحويل انا هون في بي بالنسبة ل اي في اس لان انا شو شلت من هون بتذكرين ايش اللي شلت من هون غير اكس ام او ار سي شلت شيء شلت المحول الايديال مش كان عندي محول ايديال لما شلت المحول الايديال ما بقدر اخلي هاي يعني مثلا فكروا بالمثال اللي احنا حليناه كان عندي هون هذا 8000 فولت مظبوط والسكندري ايش كان 240 فولت مش هيك هلا لو انا شلت الترانسفورمر الايديال ترانسفورمر هون وما حولت راح يصير عندي هون كانه 240 فولت وهون 8000 هذا مش صحيح بالنسبه للبرايمري لما بتطلع من البرايمري هون راح يبين عندي هذا الفولتج اكبر بكثير هون بايش راح ينضرب بالاي كانت لهذا المثال اصلا 33 و3 بالعشرة فراح يبين هذا الفولتج تقريبا مساوي او اكبر شوي من الفولتج هذا هون لاني شو عملت ريفيرال للبرايمري نفس الشيء هاي المقاومه اصلا هي قديش قيمتها في العالم الحقيقي هون ار اس بس لما اجيت اطلعت عليها من هون ايش كان اثر المحول الايديال اللي شلته من هون خلاها تبين اكبر من قيمتها بينت اكبر من قيمتها بقديش مش مضروبه في مضروبه في اي سكوير وهذه يعني انت شوف انت لو اجيت حطيت هون فولتج سورس وقست وحطيت فولتج وقست الكرنت وانا فرضا خلينا اقول كنت عامل شورت سيركت على هاي شو بتفكر بدي قيمه ار اس راح تفكر انه قيمتها اي سكوير ار اس ما بتصدق لو احلف لك 100 مره اقول لك هذه قيمه ار اس ما بتصدق مزبوط ليش انت بتفكر انه قيمتها اي سكوير ار اس لانه في بينك وبينها ايش محول ايديال احنا على فكره شلنا من المحول شلنا المقاومه حطيناهم هون شلنا المقاومه حطيناهم هون شو ضل عندي بالنص محول ايش ايديال المحول الايديال ما فيش فيه لوسز ما فيش فيه ريزيستنس ما فيش فيه اي شيء بس في نسبه النسبة شو هي؟ الفولتج اللي هون بقسمه على ايه؟ والكرنت اللي هون بضربه في ايه بس؟ فانت لما تيجي تطلع من هون ما راح تصدق انه في شيء اسمه ار اس واكس اس، شو راح تفكر انه في؟ في اي سكوير ار اس وجربها لو انت جبت هون فولتج سورس وحطيته قست الكرنت راح تقول انه المقاومة اللي انا شايفها زي ما عملنا بالشورت سيركت تست قبل شوي هي قيمتها. والرياكتنس هي قيمتها. اي سكوير اللي سبب انه يكون مضروب باي سكوير وجود محول ايديال بينهم شلنا المحول طب احنا ليش شلنا المحول ايديال وخلينا الايكوفلنت سيركت زي هيك ليش احنا بنفضل نستعملها زي هيك اسهل للحل لو انت بدك تحلل دائره ضخمه جدا فيها محولات وفي فولتجز على 6000 فولت او 8000 فولت وفي اماكن معينه على 400 فولت في صار بامكانك تحلل الدائره كلها بس بترجع كل شيء لوين النقطه هاي اذا احنا الان هون
اذا الفولتج اللي موجود هون اللي كان هو في اس راح يبين معي كانه ايش؟ كانه اي في اس. مش انا هلا بدي احل وبدي احل هذه الامور كاني عمالي بقول انه في عندي هون فولتج سورس وبقدر احط انا هذا الفولتج سورس هذا في بي. مش انت بتعرف تحل هاي الدائره؟ مظبوط؟ عندي فولتج هون وعندي فولتج هون، الفولتج هذا معاكس للفولتج هذا، قديش الكرنت بيطلع في الدائره هاي لو بدي احلها الان؟ بس مع هذول الاثنين بس لاحظ هذول الاثنين انتبه البولاريتيز تبعتهم رغم انهم اي سي عكس اذا هاي شو بتصير هاي؟ ناقص هاي على على زد مش هيك؟ وزد التوتال هاي شو بتساوي؟ بتساوي ار بي زائد اي سكوير ار اس بلس جي في اكس بي زائد اي سكوير اكس اس، هذه الزد الكليه مش هيك؟ وايش بيطلع معي الان؟ الاي مش هيك؟ واي ايش رح يكون بالنسبه لفي دي لازم يكون؟ لاقي لانه هذا اللود اندكت ماشي واضح هاي اذا هذه بنسميها ريفيرال تو ذا برايمري او ريفيرال تو ذا سكندري. طيب خليني اذا ارجع هون اذا عمالي انا بعمل هون الايكوفلنت سيركت والايكوفلنت سيركت عندي هون في اس في اي لاحظوا كمان هون راح يكون عندي هون اي اس هلا هون راح يكون عندي اي بي هون عندي اي اس هون راح يمشي عندي اي بي لكن هذا راح يكون اي اس على إيه؟ مش احنا قلنا الكرنت بنضرب بس الفولتج بنقسم بي اي اس في اس في ايديال ترانسفورمر اي اس في اس شو بيساوي؟ اي بي في بي في ايديال ترانسفورمر اي بي في بي بيساوي اي اس في اس في حاله الايديال ترانسفورمر. هلا خلينا نطلع على هذه الدائره من هون. هلا بدي ارسم فيزر دايجرامز. هاي اذا كانت الفريكونسي فيها 50 هرتز هذا مش رح يكون قديش الفريكونسي تبعته؟ 50 وهذا 50 وهذا وهذا 50 مظبوط؟ وإذا هذا كان ساينوسويدال هاي الدائرة كلها لينير كله واحنا بنصير كله كلهم شو رح يصير الاختلاف بينهم بس؟ الماجنتيود والزاوية رح آخذ هذا الريفرنس لاحظوا أنا أخذت هذا الريفرنس مش هذاك فأي في إس رح أعتبره هو الريفرنس هذا رح يكون أي في إس واعتبرت أنا زاويته زيرو عندي ال الجي اكسس وهي الريل اكسس من هون. طيب هلا هذول رح يصيروا عباره عن مقاومه رح افترض انه هذه من هون بلس ماينس بلس ماينس. في بي شو بيساوي؟ بدلاله هذول الاشياء اللي هون. الفولتج من هاي النقطه لهي النقطه شو بيساوي حسب كيف الفولتج لو شو بيساوي؟ مش بيساوي الفولتج من هون لهون زائد الفولتج من هون لهون مظبوط؟ اذا اي في اي في اس زائد الفولتج هذا شو بيساوي؟ اذا طريقه احد الطرق الاقي في بي اني ايش اعمل؟ اجمع في اس لاي في اس ايش اجمع لها؟ زد زد ما بصيرش اجمع زد شو لازم اجمع لها؟ بصير اجمع زد لفي؟ لا لا شو بقدر اجمع لفي؟ في بي تضرب الاي تمام احسنت اذا بضرب اي بي في زد اي بي في زد شو راح زائد اي في اس ايش راح تساوي؟ في بي لكن اي بي ايش مضروبه؟ مضروبه مره في ار بي او ار ايكوفيلنت ومره مضروبه في اكس ايكوفلنت لما بضربها بار ايكوفلنت الفولتج والفولتج اللي راح ينشا ايش راح يكون بالنسبه لاي بي؟ ايش راح يكون؟ لي لا لما بضرب كرنت في ريزيستر بالفولتج اللي بنشا شو راح يكون علاقته باي بي الاصليه؟ راح يكون؟ لا لا انا عندي هون مقاومه ومر فيها كرنت ونشا عنها هون فولتج وهي هذه هون ار ايش راح تكون العلاقه بين الفولتج هون عبر هاي والكرنت اللي مر فيها؟ ايش راح تكون الزاويه بينهم؟ 90 زيرو ريزيستر هذا ريزيستر مش اندكتر ريزيستر ايش مالكم يا شباب؟ ايش مالك يا مزيد؟ اذا اي في اس اي في اس زائد عندي هون اي بي مضروب في ار زائد جي الجي ايش بتمثل؟ لفة ايش؟ لفة 90 درجة لأي اتجاه؟ هيك ولا هيك؟ بوزيتيف إذا نشوف شو راح يصير معي الآن. خلينا أفترض إنه أي بي أو في بي أي بي لاجينج وهي عندي أي بي إذا اللود لاجينج أي بي أي بي مضروب في أر إيكوفلنت وين راح يكون اتجاهه؟ وين راح تكون زاويته؟ لما بضرب أي بي في أر إيكوفلنت شو راح يعطيني؟ وين راح يكون اتجاهه؟ بوزيتيف كيف يعني؟ ان فيز مع مين؟ مع اي بي مع اي بي تمام اذا انا عندي اي بي ار ايكوفلنت بعدين راح اضرب اي بي في ايش كمان؟
في اكس ايكوفالنت مظبوط، بس انا مش عم بضربها بس في اكس ايكوفالنت، بضربها كمان في جي. جي ايش رح تعطيني الجي؟ 90 درجه. كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كلوك وايز. بالنسبه لمين 90؟ بالنسبه لاي بي. هاي راح تكون اي بي اكس ايكوفالنت جي. لاحظين كيف لفينا 90 درجه كلوك وايز؟ طيب وين في بي اذا صارت هلا؟ في بي شو نحن بتساوي؟ في بي بتساوي هات زائد ايش؟ زائد الفولتج عبر الار ايكوفالنت وزائد الفولتج عبر اكس ايكوفالنت، مش هيك؟ وين هم هذول الفولتج اللي بتصير؟ من الاي بي لهناك. هي هذا جزء وهذا جزء، مش هيك؟ وهذا جزء. وين في بي صارت اذا؟ الفيكتورز لما بحط انا فيكتور هيك وفيكتور هيك، وين مجموع الفيكتورز؟ الزيروز. لا انتبهوا انتم عم بتلخبطوا. اذا حطيت فيكتور هيك وفيكتور هيك وين راح يكون الماينس؟ بس اذا حطيت فيكتور هيك وفيكتور هيك وين راح تكون؟ طب انا عندي هي فيكتور اي بي اس زائد اي بي ار ايكوفالنت زائد جي اي بي اكس ايكوفالنت، وين في بي صارت؟ من الزيرو. اوكي ماشي واضح؟ مين اكبر عادة راح تكون؟ في بي اكبر عادة، هذا منطق لانه انا جاي الكهرباء من هون، الفولتج من هون، بس طبعا في حالات معينة ممكن يختلف معي. هلا لو كان اي بي ان فيز مع هاد شو راح يصير عندي؟ خلينا نرسم حالة ان فيز، هون الحالة هاي ايش اي بي بالنسبة لفي بي؟ لاجنج. هاي الزاوية، هاي الزاوية بين اي بي وفي بي. اللود لاجنج. خلينا نطلع على حالة ثانية، لو كان عندي اللود ان فيز. نعم ريفرنس اخذته البي اس، انا قررت انه بي اس اخذه ريفرنس، اسهل لي. انا كان ممكن اخذ الفي بي بس راح اصعب الحل، راح يصير لاني بدي اطرح وقتها هذوك من في بي. ناخذ الحاله اللي بكون ان فيز، هي عندي هون راح اخذ اي بي اس، خليني افترض انه الاي بي بالحاله هاي ان فيز مع بي اس اي بي، وين راح يصير عندي اي بي ار ايكوفالنت؟ وين راح يكون ار اي بي في اكس ايكوفالنت؟ فوق 90. فصار عندي هون هذا اي بي ار ايكوفالنت وهذا اي بي اكس ايكوفالنت جي. هي في بي. ناخذ الحاله الثالثه، ايش الحاله الثالثه؟ هي اي في اس. ناخذ هون الكرنت ليدنج، هلا قليل الحاله هاي انها تصير كرنت ليدنج، بس خلينا نشوف ايش بصير هون عندي. راح يكون عندي اي بي ار ايكوفالنت وين موازيه لمين؟ للبوزيتيف. وبعدين عندي هون اي بي اكس اكس ايكوفالنت جي اي بي ار ايكوفالنت، وين صارت في؟ مع راح تشوفوا طبعا شيء غريب هون، ايش ممكن يصير بعد فتره؟ صير القيمة هاي أصغر. هذه حالة خاصة. ماشي الكل.